السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صديقكم القمر. أعرف أنكم لا ترونني جيداً، ففي نهاية كل شهر أعود هلالاً صغيراً، وسأكمل لكم الحكايات الجميلة في شهر رمضان المبارك. ها قد مضى يوم من أيام العشر الأخير، وكان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فقد رافق زاكي والده بعد الإفطار إلى صلاة التراويح، وبعد ذلك ذهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات. رأى زاكي طفلة صغيرة أمامه، كانت فقيرة وجائعة جداً. فكر زاكي مطولاً فيما فعل والده وقام بعمل الخير مثله. وهكذا تعلم أن يتبرع مما لديه للفقراء، فشهر رمضان شهر العطاء. ها هو زاكي في بيته يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل، وريثما يؤدي زاكي فرض صلاة الفجر علي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهية. إلى اللقاء. Thank you.